لكرة القدم جمال بالماضي مدربا المنتخب الجزائري خلفا للمدرب المقال رابح ماجر. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. منذ إقالة المدرب رابح ماجر والجماهير الجزائرية تتساءل وتنتظر بشغف من سيستلم المشعل لقيادة الخضراء في المرحلة المقبلة. فبعدما كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن العديد من الأسماء لتدريب المنتخب الأول، ها هو الاتحاد الجزائري لكرة القدم يضع حدا لكل الشائعات ويعلن عن توصله لاتفاق مع جمال بالماضي لقيادة المنتخب الجزائري إلى غاية 2022. جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع المسؤول الأول عن كرة القدم الجزائرية خير الدين زطشي والمدرب السابق للتحيد القطري في العاصمة الفرنسية باريس. فبعد الثلاثي جورج ليكنس، لوكاس الكاراث ورابح ماجر، ها هو القائد السابق للمنتخب الجزائري يعود من جديد إلى بيت الخضر لكن من بوابة التدريب. بالماضي الذي حمل ألوان العديد من الأندية في أوروبا كلاعب على غرار مارسيليا، فالنسيان، مانشستر سيتي وساوثهامبتون، وتميز بجديته الكبيرة فوق الميدان وخارجه، دخل عالم التدريب من بوابة الأخوية التحيل حاليا، كما كانت له الفرصة أيضا لقيادة المنتخب القطري. ترك انطباعا جيدا بالنظر للنتائج التي حققها، آخرها التتويج بالثلاثية مع التحيل قبل أن يرحل عنه لأسباب شخصية. تألق صاحب 42 عاما جعله يختار كأفضل مدرب في الدوري القطري الموسم الماضي قبل أن يطرح اسمه بقوة لقيادة الجزائر. جمال الآن هو القائد الجديد لسفينة محاربي الصحراء، فهل سينجح في إعادة هيبة المنتخب التي تراجعت مؤخرا؟ وهل سيعيد البسمة للجماهير الجزائرية الطامحة للتألق من جديد في قادم الاستحقاقات؟